السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أبنائي وبناتي، متعلمي ومتعلمات الصف الثاني الابتدائي، أهلا وسهلا بكم مع درس جديد من دروس مادة القرآن الكريم. وسورة درسنا لهذا اليوم هي سورة التين. وسورة التين نوعها مكية، وعدد آياتها 8 آيات. وخير ما نبدأ به درسنا هذا الدعاء: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آمين. أوصيكم يا أعزائي بتحميل تطبيق المصحف المدرسي حتى تسهل لكم القراءة والحفظ بإتقان. هيا بنا يا أعزائي نتعرف على آداب التلاوة. آداب التلاوة: الإخلاص، الطهارة، استقبال القبلة، البسملة والاستعاذة، الخشوع. الآن يا أعزائي وبعد أن تعرفنا على آداب التلاوة، هيا بنا لنستمع إلى الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. وبعد أن استمعنا إلى الآيات الكريمة، هيا بنا نتعرف على معاني المفردات. التين وهو نوع من الفاكهة يأكله الناس. الزيتون هو الزيتون الذي يعصرون منه الزيت. وبيت المقدس هو منبت التين والزيتون. طور سينين هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام، البلد الأمين، مكة المكرمة. والآن دعونا نتعرف على المعنى الإجمالي. خلق الله الإنسان في أحسن صورة، لكن بعض الناس كفر بالله ولم يشكره على هذه النعم، فرده الله إلى أسفل الدرجات في النار. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في أعلى درجات الجنة، ولهم ثواب ونعيم لا ينقطع، جعلنا الله تعالى منهم. والآن يا أحبائي وبعد أن تعرفنا على معنى الآيات، هيا بنا نستمع إلى السورة الكريمة 5 مرات. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين وبعد أن استمعنا يا أعزائي إلى الآيات الكريمة أريد منكم الآن الترديد خلف القارئ 3 مرات هيا بنا نبدأ والتين والزيتون والتين والزيتون وطور سينين وطور سينين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين والتين والزيتون والتين والزيتون وطور سينين وطور سينين
وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين والتين والزيتون والتين والزيتون وطور سينين وطور سينين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين وإلى هنا يا أبنائي وبناتي المتعلمين والمتعلمات نكون قد أنهينا درس اليوم راجين الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في شرح كل ما يتعلق به داعينه سبحانه أن يجعلكم من المجدين المتفوقين وإلى اللقاء في درس جديد من دروس مادة القرآن الكريم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.